اهلا بيكم في حلقه جديده على قناتنا بتقول ايه. النهارده هنتكلم عن مباراه الاهلي ضد نادي الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز، وغيابات النادي الاهلي في مباراه دي، واللي هتكون بكره ان شاء الله يوم الجمعه في الجوله الثالثه من الدوري. ويلا بينا نبدا. مباراه الاهلي ضد الاتحاد السكندري هتكون بكره الجمعه ان شاء الله الساعه 8 مساء على ملعب استاد السلام. الكل مستنيه لان هي تجمع بين فريقين كبار في الدوري، لكن في نفس الوقت المباراه دي هتكون صعبه على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هيفقد جهود بعض من اللعيبه المهمين. مبدئيا كده لازم نعرف ان النادي الاهلي هيكون ناقص شويه لعيبه في المباراه دي. المدير الفني للنادي الاهلي السويسري مارسيل كولر قرر استبعاد 3 لعيبه لاسباب فنيه، هم مصطفى مخلوف، يوسف ايمن، ومصطفى ابو الخير. يعني الثلاثه دول مش هيلعبوا مباراه وهيكون غيابهم مؤثر في التشكيله. اما بالنسبه للاصابات فالنادي الاهلي هيكون ناقص عدد من اللعيبه المصابين، اولهم وسام ابو علي واشرف داري ومحمد عبد الله وكريم فؤاد ومحمد هاني، ده غير كريم وليد وعمر كمال عبد الواحد اللي برضه مش هيشاركوا في المباراه، وده طبعا هيأثر على قوه الفريق في اللقاء، خصوصا لو شفنا الغيابات دي بتكون في مراكز حساسه للفريق. كمان مع كل الغيابات دي النادي الاهلي لسه بيمتلك لعيبه مميزه وقادره على تعويض الغيابات دي، والمباراه هتكون مش سهله على الفريق، خصوصا ان نادي الاتحاد السكندري مش هيسيب فرصه للنادي الاهلي يريح. الاهلي محتاج يحقق الفوز عشان يواصل سلسله انتصاراته في الدوري. طب ايه وضع الفريقين دلوقتي في الدوري قبل المباراه دي؟ الفريقين ماشيين في الدوري بشكل ممتاز جدا لغايه دلوقتي. الاهلي فاز في اول جولتين، بداهم بفوز كبير جدا على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 5-2، وبعد كده فاز على زد 1-0. نادي الاتحاد السكندري برضه فاز في اول جولتين بنفس النتيجه 1-0 على فاركو وعلى حرس الحدود 1-0 برضه. الاتحاد هيدخل المباراه دي عايز يواصل سلسله الانتصارات، والاهلي زي ما قلنا عايز يكمل انتصاراته علشان يثبت نفسه في المقدمه. الملعب هيتحول لمباراه قويه بين الفريقين الكبار اللي عايزين يحققوا 3 نقاط. الاهلي عنده طموح كبير يواصل المسيره، خصوصا ان هو بطل الدوري في اخر موسمين، اما نادي الاتحاد فبيحاول يبني على انتصاراته الاخيره، واكيد هيسعى ان هو يحقق نتيجه ايجابيه في المباراه دي. المباراه دي زي ما قلنا هتكون صعبه على الفريقين، خصوصا مع الغيابات دي من النادي الاهلي، لكن في النهايه المباراه هتكون مليانه اثاره وتنافس. في النهايه كلنا مستنيين المباراه دي بشغف، وان شاء الله نشوف اداء قوي من الفريقين. الاهلي برغم الغيابات دي لسه قادر على الفوز، والاتحاد كمان عنده دافع قوي للاستمرار في النتائج الجيده. هنتابع معاكم كل جديد وكل ما يخص المباراه دي، نخليكم معانا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب علشان تتابعوا كل جديد عن الاهلي والدوري المصري. شكرا لكم على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد. السلام عليكم.